بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي العظيم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي لقناتكم قناة النادي الأهلي العظيم. النهاردة هتكون مباراة جديدة وبطولة جديدة بمشيئة الله، إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي ونحتفل كلنا بعد المباراة إن شاء الله. مباراة سوبر محلي بين نادي الأهلي ونادي طلائع الجيش باستاد برج العرب. في البداية قبل ما نتكلم عن المباراة بننعي ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق ورئيس المجلس العسكري الأسبق وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد مسيرة وطنية حافلة وعظيمة، وكان ليه أكثر من دور بارز في أدق المراحل من تاريخ مصر. رحم الله الفقيد وللأسرة وللشعب المصري خالص العزاء. نرجع بقى للقاء اليوم. طبعا الأهلي بيشارك النهاردة في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الممتاز 2019-2020. هتسألني ازاي؟ هقولك ده بداية موسم، بس ده لقاء مؤجل من الموسم الماضي. نادي الأهلي كان بطل دوري 2019-2020 وأيضا في نفس الموسم كان بطل كاس مصر. طلائع الجيش بقى بيشارك النهارده، بتقولي بيشارك بصفته ايه؟ هقول لك بصفته وصيف الكاس لنفس النسخه السابقه اللي هي 2019-2020. بالتاكيد مباراه مهمه جدا لانها المباريات دي ماتش بيساوي بطوله، انت بتلعب فاينل. تلعب فاينل والفاينل في معظم الاحيان ما بنشوفش، نتمنى نشوف كره حلوه طبعا، ولكن الفاينل ما بيبقاش فيه كره حلوه بنسبه كبيره. الفاينل محتاج تركيز، محتاج جهد جامد، محتاج انك تركز من اول ثانيه لاخر ثانيه، وعلى فكره مش شرط تكون كويس عشان تكسب، ولكن تركز لحد اخر ثانيه لان الغلطه زي ما بيقولوا كده بفوره. يعني الماتشات اللي زي ديت بيبقى اللعيبه، ودي عشناها كتير، يمكن بتستنزف المجهود البدني والمجهود الذهني. الماتشات اللي هي بتاعت البطوله النهائيات، ده نهائي طبعا النهارده، النهايات دي بتستنزف منك مجهود بدني ومجهود ذهني زائد عن الحد. اللي بيحتفظ بتركيزه لحد اخر المباراه، لان المباراه دي ممكن تنتهي في اخر ثواني. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تفضل محافظه على تركيزها لحد اخر المباراه، لان الغلطه زي ما بقول بفوره، الانصاف الفرص تحسم لك البطوله. نتمنى ان شاء الله ان تركيز لعيبه النادي الاهلي يبقى من البدايه للنهايه ان شاء الله. الماتش مش سهل زي ما الناس عماله بتقول، ان شاء الله خلاص دي ده ماتش سهل، ده الطلائع وممكن نكسبها، وطلائع عمره ما كسبنا قبل كده. لا، ماتش البطوله، ماتشات البطوله اللي هي بتبقى عباره عن مباراه واحده، دي مش ماتشات سهله ابدا. اولا قدامنا فريق محترم، فريق قوي، فريق عنيد بيجيد اللعبه امام الانديه الكبيره، ويمكن مش عايز يعني ننسى السنة اللي فاتت لما لعبنا نهائي الكاس وكان معاهم كابتن طارق العاشري هو المدير الفني، كنا كسبانين 1-0 وهم قدروا ناصر منسي يتعادل في آخر ثواني المباراة، ولعبنا بعد كده اكسترا تايم، وبعد كده وصلنا لضربات الجزاء، ويمكن في ضربات الجزاء جات لنا الفرصة ان احنا نكسب مرتين وضيعنا المرتين لحد ما دخل لعيب النادي الأهلي السابق حسين السيد وضيع آخر بنالتي وحطها في القائم وكسبنا الكاس. ففرقة عنيدة، الفرقة دي من يمكن 3-4 أسابيع لعبناهم برضو في الدوري وما كانش ليهم لا ناقة ولا جمل، ولكن شفنا هم كانوا بيلعبوا قد ايه. طبعا ده لو عاب عليهم، بالعكس دي حاجة كويسة ان هم فريق عنيد، فريق محترم معاه مدرب محترم، بيجيدوا النواحي التكتيكية في الملعب، وخصوصا إغلاق المنطقة بتاعتهم، المنطقة وسط الملعب بيجيدوا النواحي الدفاعية بصورة كبيرة جدا، بيعتمدوا على الهجمات المرتدة والكرات الطولية العالية. يمكن النهاردة هنشوف بعض التغييرات. هو الكابتن عبد الحميد مش من النوع اللي بيغير، عبد الحميد بسيوني مش من النوع اللي بيغير التاكتكس بتاعه بسهولة. هو عنده أفراد معودهم على تاكتكس معين وبيحاول يطبقه في الماتشات مع الفرق الكبيرة وخصوصا في النهائية. شفنا في ماتش الدوري لو فاكرين احنا طلعنا 0-0 بالجول اللي اتلغى للنادي الاهلي لما طلعوا اسلام جمال من جوه الجول، شفنا قد ايه كانوا بيلعبوا بطريقه دفاعيه زايده عن الحد، من حقهم برضو. ويمكن الاختراقات من النادي الاهلي كانت صعبه وكانت يعني قليله جدا، وفي الاخر خالص الماتش طلع تعادل.
المهم البطولة دي بقى زي ما احنا عارفين بدأت سنة 2001، يعني بطولة جديدة مستحدثة في القرن الجديد ده. أول لقبين كانوا بعيد عن النادي الأهلي لسبب بسيط، إن النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة وقتها، يعني مش النادي الأهلي شارك وخسر، لا، النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة. لكن لما شارك النادي الأهلي بقى، حضراتكم عارفين لما بيشارك البطل بيبقى هو فعلا البطل، البطل هو البطل. وبالفعل من 2001 حتى وقتنا هذا اتلعبت 17 نسخة من كأس السوبر. لو بصيت للأبطال بقى، تعالى نشوف الأرقام، هتلاقي النادي الأهلي في الصدارة بكام لقب؟ ب 11 لقب من 17، يعني النادي الأهلي فقد بس 6 نسخ، منهم 3 نسخ ما كانش موجود فيهم، واثنين فقدهم بضربات الحظ او بركلات الترجيح، ولقب وحيد خسره قدام حرس الحدود، كان برضو اياميه الكابتن طارق العشا. بعديه بيجي الزمالك باربع القاب، يعني نادي الاهلي 11 لقب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمناها النهارده اللقب ل 12. بيليه في الترتيب نادي الزمالك باربع القاب والمقاولون وحرس الحدود كل منهم لقب. يعني الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بريمو السوبر حتى الان، وان شاء الله يكون هو البطل النهارده. ده رد على كل اللي بيتكلم على النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، اهي بطوله مستحدثه من بدايه القرن ولكن النادي الاهلي مسيطر عليها. تعالوا نروح نشوف تقرير عن النادي الاهلي بريمو السوبر وصاحب السيطره على البطوله الاحدث في مصر، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. تقرير جميل جدا، وباذن الله ان شاء الله النهارده تكون البطوله رقم 12. خلينا دايما متفائلين، في صعوبه في المباراه، والمباراه دي يعني انا بس اصعبها جامد جدا حتى ولو كان في فروقات فنيه كبيره، واحنا مش عارفين يعني من النهارده الكابتن وحيد المسيوني في عدد كبير جدا من لعيبه الطلائع يمكن ما كانوش متواجدين الموسم اللي فات، في تعاقد يمكن نادي الطلائع مع 10 او 11 لعيب جداد، فانت بتتكلم على فرقه، بتتكلم احيانا الموضوع اللي هو التغيير الكبير دوت سلاح ذو حدين، يا اما بيبقى فيه بيخلق عدم نوع من الانسجام، واحيانا بتلاقي ان الوقت بالنسبه لهم هم المجموعه اللي هي لسه رايحه طالعه الجيش اللعيبه الجديده ديت، الوقت ما كانش يسمح او يكفي بانه يخشوا في الانسجام مع بعض كفريق، فانت بتلعب في التشكيل وبتلعب في الطريقه وبتلعب في الفريق كفريق عموما يعني، واحيانا بتخلق دوافع جديده ودوافع ورغبات قويه جدا 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 لاثبات الذات. بتكلم على لعيبه طلائع الجيش، لسه ما اتكلمناش على الصفقات الجديده بتاعت النادي الاهلي، انما انا بتكلم ان ده سلاح ذو حدين، ممكن يبقى مفيش انسجام وتناسق بين اللعيبه وبعضها لو الفرقه فعلا زي ما لقينا كده مثلا 10 6 منهم بيلعبوا، انت بتتكلم على اكتر من نص التيم، ممكن، وممكن دي تدي لهم دوافع ورغبات اقوى لاثبات الذات لان هم يحرزوا بطوله من اول مباراه رسميه ليهم، ده ممكن، والتاني برضو ممكن. انما الصفقات بتاعت النادي الاهلي انا عارف ان احنا كلنا مشوقين ان احنا نشوف الصفقات الجديده، انما انا كمدير فني او انا بتكلم على مستر بيتسو موسيماني كمدير فني، اكيد العدد هيكون محدود جدا جدا جدا، يعني مش هيلعب في التشكيل كتير، يعني حتى لو اعتقد حتى لو هو النهارده هيغير هيبقى لعيب مثلا بكتير قوي، وانا بتكلم مثلا على لويس ميكسوني ممكن يبدا بيه، انما يعني انا اتفرجت عليه ماتش المقاولين، هو راجل متحرك حركته خفيفه بيحاول يطور من الناحيه الهجوميه بتاعته، بيتحرك كتير، ولكن انا شفته في ماتش المقاولين يعني محتاج بس تظبيط في الحركه مع علي معلول، لان هو بيلعب ناحيه الشمال مع علي معلول، انما هو ان شاء الله باذن الله رب العالمين نتمنى له التوفيق هو وبقيه زمايله اللي ممكن يشاركوا النهارده. هنروح لزميلنا قبل ما نكمل كلامنا، هنروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه نعرف منه اخر اخبار او اخر مستجدات قبل وصول الفريق او قبل
خروج الفريق من الفندق لملعب المباراة. مرحب بيك يا كابتن ايمن، طبعا كل التحيه لك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. في البدايه طبعا لابد ان احنا نقول خالص العزاء طبعا للشعب المصري بالكامل على فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، واحد قاده الجيش المصري، واحد من رموز الدوله الحقيقه خلال الفتره الماضيه. فاكيد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنتقدم بخالص العزاء لكل الشعب المصري. وبالتاكيد يا كابتن ايمن طبعا احنا متواجدين في معسكر فريق النادي الاهلي في الاسكندريه، مباراه السوبر الاهلي وطلائع الجيش، مباراه مهمه جدا في تاريخ للنادي الاهلي وفي مشوار النادي الاهلي وفي بدايه الموسم. بنامل ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي. احنا بنكمل طبعا البطولات الماضيه بالنسبه لهذا الكاس، لكن ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي ويكون موسم سعيد مليء بالبطولات كعاده نجوم النادي الاهلي اللي قدروا يفرحونا خلال الايام الماضيه وخلال البطولات الماضيه. الامور الحمد لله يا كابتن ايمن ماشيه بشكل طيب ومطمئن ورائع جدا في معسكر فريق النادي الاهلي الحقيقه، اللي بدا بجديه وحماس كبير جدا لكل اللاعبين، تركيز اكثر من رائع لبيتسو موسيماني. الحقيقه كل يوم بيكون قراءاته الفنيه مميزه جدا الحقيقه، اللعيبه الهايلايتس اللي بيتابعوه من خلال المحاضرات عقب التدريب قبل التدريب، الامور دي وصلت لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الدوافع موجوده والرغبه موجوده، لكن بنامل ان شاء الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا، لان الامور الفنيه اللي احنا بنتكلم عليها ده امر صعب شويه مع طلائع الجيش. انت عارف يا كابتن ايمن طبعا يعني طلائع الجيش بيتميز بالتكتلات الدفاعيه، غلق المساحات، امور بتحتاج مجهود اكبر وبتحتاج تحضير اكثر كمان من الجهاز الفني. فان شاء الله باذن الله خلال الايام الماضيه يكون الجهاز الفني استفاد بشكل كبير جدا من التحضير، نقاط القوه والضعف والثغرات وكل الامور دي، يكون استفاد بشكل كبير جدا النادي الاهلي من هذه التدريبات اللي كانت فيها جديه وحماس كبير جدا، وعلى اثارها شفنا تدخلات كبيره جدا، لكن كلها طبعا امور مشروعه، الكل عايز يكون ليه دور في التشكيل، الكل عايز يكون متواجد. شفنا طاهر محمد طاهر، شفنا ايضا كمان اكرم توفيق، بطمنك على الاثنين تحديدا حالتهم البدنيه والفنيه جيده جدا وجاهزين ان شاء الله للدفع بيهم، لكن الرؤيه الفنيه ايضا متروكه لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. والنقطه الاهم والاكبر يا كابتن ايمن طبعا هي وجود الحقيقه الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره، يعني يوم السبت شفنا فوجئنا الحقيقه ان احنا متواجدين، لقينا الكابتن محمود الخطيب متواجد في التدريبات اكننا مسافرين، يمكن قلت الكلام ده اكننا بنلعب ماتش في افريقيا، معسكر فريق متواجد، الكابتن محمود الخطيب متواجد يوميا مع الفريق بيتابع، رسالته موجوده مهمه جدا، لكن الرسالة أيضا كمان واصلة لعيبة النادي الأهلي، الدوافع لن تتغير لفريق النادي الأهلي والرغبة موجودة، لكن أما القيمة الكبيرة والقائد والأب يكون متواجد بقيمة الكابتن محمود الخطيب بيكون ليها مردود كبير جدا، وشفناها أكثر من مرة، شفناها في نهائي دوري أبطال أفريقيا، شفناها في الكأس، شفناها في السوبر الأفريقي، شفنا أمور عديدة جدا في وجود الكابتن محمود الخطيب بيكون مختلفة بشكل كبير. فبنأمل إن شاء الله النهاردة وجود الكابتن محمود الخطيب في المعسكر ووجوده في المباراة ومتابعته للمباراة يكون ليها مردود كبير جدا لفريق النادي الأهلي، ونقدر والنادي الأهلي يقدر الحقيقة إن هو يسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن ايمن النادي الاهلي هو مصدر السعاده للشعب المصري، فان شاء الله النهارده 90 دقيقه نحسمها بشكل كبير جدا ونقدر ان احنا نحصل على هذه البطوله اللي تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. متواجدين كالعاده كابتن ايمن في معسكر فريق النادي الاهلي، الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا لكل الفريق وكل الجهاز الفني، يتبقى بس ان شاء الله التوفيق يكون مع لاعبي النادي الاهلي، التركيز، استغلال انصاف الفرص، كل الامور دي الحقيقه يعني متروكه لبيتسو موسيماني والجهاز الفني، لكن باكد لك لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير. احنا عارفين طبعا ان الغاء مراسم الاحتفال نظرا طبعا لحاله الوفاه طبعا لمحمد حسين طنطاوي المشير طبعا محمد حسين طنطاوي، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تقدر ان هي تفرح جمهور النادي الاهلي وتقدر تفرح مجلس الاداره برفع الكاس اللي يكون كاس السوبر رقم 12 في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك الحقيقه كابتن ايمن كالعاده طبعا بننقل لكم كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي وتحرك الفريق تشكيل النادي الاهلي، كل الاجواء ان شاء الله لتكون في استاد برج العرب اللي هيستقبل مباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعه 7. يا رب ان شاء الله كابتن ايمن لعبتنا تكون موفقه، تركيزنا يكون كبير، وان شاء الله باذن الله لو التوفيق معانا نقدر نتخطى هذه المباراه وتكون بطوله جديده تضاف للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وتدخل في سجل تاريخ كل النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، ومن كريم نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان نتعرف منه برده على اخر اجواء المباراه. اتفضل يا شريف.
تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. السوبر المصري ما بين فريقي الاهلي وطلائع الجيش على استاد الجيش ببرج العرب، يا رب النهارده التوفيق يكون مع النادي الاهلي ونفوز ببطوله جديده، بطوله السوبر تضاف الى بطولات النادي الاهلي. استاد الجيش وبرج العرب بعد فتره غياب بيعود الى الظهور مره اخرى بعد اعاده تطويره، يا رب باذن الله النهارده يعني اول كل الصور اللي شفناها الى الان حاجه تليق بمباراه سوبر، مباراه الاهلي وطلائع الجيش. يا رب النهارده نكون وش ملعب حلو على النادي الاهلي ونفوز طبعا على فريق طلائع الجيش. ابدا لك من خارج الاستاد، تواجد شرطي على اعلى مستوى، تواجد شرطي كبير جدا، الاجراءات يمكن اللي اسمه في الكشف بيتم دخوله على طول، اللي اسمه مش موجود ما بيتمش دخوله او لا يتم السماح اصلا بالتواجد امام استاد الجيش ببرج العرب. انت الشرطه المصريه بتقوم بدور كبير جدا في التنظيم خارج طبعا اسوار استاد الجيش ببرج العرب. يمكن داخل الاستاد بقى في كل مكان بيتم تطهيره، النادي الاهلي حريص اي مكان يتواجد فيه لاعبيه لازم يتم تطهيره طبعا من فيروس كورونا، غرف الملابس، قاعه المؤتمرات، الملعب، دكك البدلاء، كل مكان في استاد الجيش ببرج العرب بيتم تطهيره طبعا حرصا على سلامه لاعبي الفريقين. يا رب النهارده باذن الله يكون يوم موفق للنادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش، ونضيف بطوله جديده هي بطوله السوبر المحببه الى كل جماهير النادي الاهلي. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها كالبطوله رقم 12 باذن الله من 18 البطوله لكاس السوبر المصري. كنت عايز اتكلم عن حاجه بسيطه قبل ما نستعرض مع حضراتكم جرافيك تاريخي للمواجهات بين طلائع الجيش والنادي الاهلي. كنت عايز اتكلم عن وجود الكابتن محمود الخطيب. يمكن الكابتن محمود الخطيب متواجد من بدايه المعسكر حتى وقتنا هذا. الكابتن محمود الخطيب مش هتكلم عنه لان احنا اتكلمنا فيه يعني بما فيه الكفايه عن الكابتن محمود الخطيب الفترات اللي فاتت دي كلها، ولكن وجود الكابتن محمود الخطيب بيبقى اكبر داعم بعد الجمهور، جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو اكبر داعم وسند لينا. وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكلاعب عظيم كلنا نشهد له بالكفاءه والعظمه في مجال كره القدم، دي بتدي اللعيبه دفعه معنويه عاليه قوي 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 قوي. بالنسبة للناس اللي بتتكلم عن الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب مش محتاج حد يتكلم عنه. كابتن محمود الخطيب إنجازاته هي اللي بتتكلم عنه. إنجازاته كلاعب وإنجازاته كرئيس مجلس إدارة. كابتن محمود الخطيب كلنا عارفين الفترة ديت كلها كانت مليئة بالإنجازات، ما بتكلمش على إنجازات الفرق الرياضية بس. بتكلم على الإنجازات في النادي الأهلي. في موقع النادي الأهلي، موقع رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. ليه انجازات كتيره جدا جدا جدا، ولو هنتكلم عن مستوى الانشاءات عايزين حلقات نتكلم في الموضوع دوت، ولكن يعني ليها وقتها ان شاء الله رب العالمين. تعالوا مع بعض نستعرض مع حضراتكم جرافيك تاريخ المقابلات او المواجهات بين النادي الاهلي وطلائع الجيش، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. نادي الاهلي لعب مع طلائع الجيش 31 مباراه. التاريخ المواجهات انا هتكلم عنه. الفوز كان 25 للنادي الاهلي، طلائع الجيش لم يفز في اي لقاء. تعادل كان 6 مباريات، نادي الاهلي طبعا لم يهزم، طلائع الجيش 25 مره هزيمه. النادي الاهلي ليه 63 هدف عليه 15 هدف. الهداف التاريخي بيعتبر محمد ابو تريكه، هو الهداف التاريخي للمواجهات بين الناديين برصيد 8 اهداف. بياتي خلفه عماد متعب، برضه لاعب النادي الاهلي 7 اهداف بفارق هدفين عن عبد الله السعيد، وتساوى كل من فلافيو وبركات في الاهداف برصيد 3 اهداف لكل منهم. تعالوا نستعرض برضه مع بعض النهارده قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، هتلاقوا تقريبا القايمه كلها موجوده هناك، 27 لعيب. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. خط الدفاع محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ايمن اشرف، كريم فؤاد ده احد الوجوه الجديده، محمد هاني وعلي معلول. خط الوسط اكرم توفيق، محمود كهربا، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السليه، وليد سليمان، حمدي فتحي، افشه، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، لويس مكسوني. وخط الهجوم محمد شريف، حسام حسن وصلاح محسن. أما قائمة طلائع الجيش فبتضم لحراسة المرمى محمد بسام ومحمد شعبان. خط الدفاع محمد ناصف،
حسين السيد، علي مهاب، خالد سطوحي، حسن مجدي، احمد هاني، احمد عبد الرحمن سيد، محمد انور، عمر جابر. خط الوسط مهند لاشين، عمرو السيسي، فرانك ستيفن، احمد سمير، علي احمد سمير، احمد سالم، مصطفى محمود، علي احمد، محمود عاطف، محمد سمير، محمد شحاته، ميدو جابر، محمد جابر، محمد الصباحي، عبد الرحمن شيكا، احمد عفيفي، محمد علي الجويني. خط الهجوم خالد عوض، فارس حاتم، كازادي كاسونجو، وكريم الطيب. يمكن لو لاحظنا في فريق رائع جيش تقريبا خط الهجوم كله متغير النهارده. عمرو جمال مشي، عمرو مرعي مشي، ناصر منسي انهى اعارته ورجع تاني لفريقه. نستعرض مع بعض كمان طاقم تحكيم مباراه النهارده. هيبقى بطاقم التحكيم النهارده هيبقى مصطفى غربال حكم ساحه، عبد الحق اتشعلي مساعد اول، عباس اكرم زرهوني مساعد تاني، الياس بوكواسا حكم رابع، عبيد شارف حكم للفار، بن ابراهيم لحلو مساعد حكم للفار. تعالوا بقى نستعرض مع بعض سريعا صفقات النادي الاهلي الجديده. طبعا بيجي في المقدمه بيرسي تاو من برايتون انجلترا، لويس ميكسوني سيمبا تنزانيا، حسام حسن سموحه، كريم فؤاد النجوم، مصطفى البدري جه بس اعير لفيوتشر جاي من الانتاج الحربي، وطبعا في عمار حمدي واحمد عبد القادر. اما عن صفقات طلائع الجيش الجديده حدث ولا حرج. اولا ميدو جابر سيراميكا كليوباترا، محمد جابر من المصري البورسعيدي، كازادي كاسونجو من المصري البورسعيدي، محمد الصباحي اتحاد سكندري وده كان جاي من اسوان للاتحاد، محمد انور اتحاد سكندري، عبد الرحمن شيكا انتاج حربي، احمد عفيفي الانتاج الحربي، محمد علي الجويني الصفاقسي التونسي، كريم عمير بورتو الفرنسي، رمزي مدحت وادي دجله، عمر جابر بيراميدز، كريم الطيب بيراميدز، هيثم الجويني المقاولين العرب. تعالوا نروح دلوقتي مع بعض سريعا نشوف تقرير موسيماني وحلم اللقب الخامس، وبعد التقرير نطلع لفاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا، الضيوف الكبار اللي هيشرفونا النهارده، ضيوف الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال، والكابتن اسامه حسني. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بك يا كابتن اسامه عرابي. اهلا وسهلا بيك كابتن منور. كابتن احمد بلال الحمد لله على السلامه، نورنا كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه حسني الهداف، نورنا كابتن اسامه. اهلا كابتن. اهلا بيك كابتن علاء. طبعا بنعزي انفسنا وبنعزي الشعب المصري في وفاه سياده المشير محمد حسين طنطاوي. يعني ممكن نقول فقدت مصر رجل من العظماء قوات مسلحه، ومن اكثر الناس حبا للبلد دي، وقد ايه كان مخاف على البلد دي جدا، رحمه الله على المشير، ربنا يرحمه ويسامحه يا رب يا رب. كابتن اسام. طبعا الله يرحمه سياده المشير، يعني راجل من المعدلين كانوا في مصر وفي القوات المسلحه، طبعا ما ننساش وقفته مع الشعب المصري في الاحداث اللي هي حصلت بعد يناير والمحافظة على البلد وكده. طبعا من ناحية كرة القدم كان راجل مشجع، صحيح كان انتمائه ناحية نادي الزمالك لكنه كان محب جدا للرياضة، وفي عهده في حاجات تطورت كتير. انا بتكلم بصفة خاصة في موضوع الرياضة، طبعا في الناحية الجيش وكده طبعا الناس بتوع القوات المسلحة أدرى بيه طبعا، لكن انا بتكلم في الرياضة وكرة القدم خاصة. ملاعب كتير جدا اتعملت، استادات كتيرة جدا في كل حتة في مصر، ساعدت على نهوض او التحسن في مستوى الملاعب في كره القدم في مصر، فكان ليه ايادي بيضاء وحتى في العاب اخرى يعني. فالله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله. وبعدين طبعا احنا كمان غير محبه الشعب المصري ليه، بالنسبه لنا احنا كمان بنكن ليه معزه خاصه لانه هو اصلا من اهل النوبه يعني، فالله يرحمه ويغفر له يعني. رحمه الله عليك كابتن احمد بلال. البقاء لله طبعا، ربنا يرحمه برحمته وينزل على اهله الصبر والسلوان يا رب. انا هقول نقطه بس واحده للمشير، يعني ما وصلت اليه مصر في الوقت الحالي اعتقد كان هو يعني سبب من حكمته وخبرته طبعا، من اهم صحيح. الاسباب اللي خلت الشعب المصري يوصل الى وقتنا هذا ان هو يبقى متكاتف، ما عندوش ازمه
ما بينه وما بين بعض، ما عندوش حروب أهلية، ما عندوش مشاكل كبيرة جدا يعني ألحقت بشعوب كتيرة جدا أثناء الثورات يعني. فربنا يرحمه يا رب ويبلغه الجنة إن شاء الله. كابتن أسامة ربنا يرحمه، يعني واحد من المخلصين جدا والمحبين لمصر بالمواقف اللي حصلت خلال العشر سنوات السابقة، ده اللي ظهر معدن المشير طنطاوي ربنا يرحمه. طبعا على المستوى الرياضي كان في طفرة كبيرة في الرياضة المصرية خاصة في البنية التحتية وفي الاستادات، وكان محب جدا للرياضة، وأيضا كمان كان محب جدا لنادي طلائع الجيش. النادي الأهلي النهاردة هيواجهه، هو اللي عمل يعني يعتبر عمل نادي طلائع الجيش من البدايات، وكان بيدعمه وكان بيسنده. من المواقف اللي جمعتني بالمشير طنطاوي سنة 2007 وإحنا رايحين نلعب كأس العالم العسكري تبع القوات المسلحة، ويومها اجتمع بينا وقال لنا القوات المسلحة يعني نروح نجيب البطولة. فيومها رحنا وخدنا كأس العالم العسكرية كانت في الهند، وبعد ما رجعنا كرمنا وقتها من سيادة الرئيس الأسبق كان مبارك، وحصلنا وقتها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وكان هو السبب في التكريم ده وكان داعم لينا يعني. فالنهاردة ربنا يرحمه، القوات المسلحة فقدت يعني واحد من أبنائها يعني. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. كابتن علاء قبل ما نخش في أجواء المباراة على طول، يمكن كلنا حضرنا احتفال النادي الأهلي بلاعبته وبالعشرة الموسم ده، كان احتفال مش عايز يعني أقل ما يوصف أنه هو احتفال عالمي. ولكن النادي الأهلي، أنا بكلمش بقى على الاحتفال بالظبط، أنا عايز أتكلم أن النادي الأهلي غير يعني، برغم من أن اللعيبة ما حالفهمش التوفيق في مكسب الدوري، ولكن النادي الأهلي بيكرمهم على موسم وعطاء، على عطاء موسم كامل. بصراحة كان موسم من أصعب المواسم اللي مرت على لعيبة النادي الأهلي. بسرعة أيمن كده، بعد آخر مباراة لعبها النادي الأهلي لما كابتن خطيب نزل الملعب، هي دي اللي كانت كانت البداية، لما اتكلم مع اللعيبة وهناهم بعد المباراة على اللي حصل كمان، لكن هناهم وشكرهم على الموسم ده اللي هو في ماتش الجونة، وقال إن في تكريم قريب ليكوا جدا 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 على كم البطولات اللي الحمد لله اخذوها، وعلى الموسم اللي مش ما اعتقدش هيتكرر تاني في تاريخ الكوره في النادي الاهلي. وقد كان، انا خايف من الموسم اللي جاي. لا ما تقلقش والله. لا لا، بعد الموسم اللي فات في حاجات بتوصل، ما فيش حاجه بعدها خالص، ده انت كده وصلت لاقصى حاجه. لكن هو ده كان تفكير كابتن محمود، يعني كابتن محمود بيفكر، والاداره طبعا مش بيفكر عشان حصل كده في المباراه، لا لا، التفكير كان مسبق ان هو الفريق ده لازم يتكرم على اللي حصل معهم طول الموسم. موسم صعب جدا ومرهق جدا ومتعب جدا، لكن كم بطولات ما حصلتش في النادي الاهلي، فطبعا كان تكريم خلاص، كانوا ناويين يكرموا الفريق ده. وفعلا اولا كان تكريم حلو قوي زي ما انت قلت، مش عايزين نخش في تفاصيل الحفله، لكن هي كلمه انا دايما بقولها، النادي الاهلي بيعمل حاجه، النادي الاهلي مختلف مظبوط في كل حاجه. تسمع اسم النادي الاهلي انت متاكد وعلى يقين ان هتشوف حاجه ما حصلتش قبل كده، وحاجه صعبه تتكرر. صحيح كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، بتشوف حاجه جديده وحاجه صعبه تتكرر، والنادي الاهلي دايما بيدي دروس سواء جوه الملعب او خارج الملعب. ما فيش شك في كده يعني، على مستوى التكريم كان لازم يتم، ومجلس الاداره كان عنده وعده، لانه طبيعه الحال لما بتاخد بطولات بتبقى مهما بتاخد من مكافآت، مهما بتاخد من مجد بالنسبه للجماهير، لكن اللحظة اللي ناديك بيعمل لك فيها تكريم أو حفلة إنك حاصل على بطولة الدوري والبطولات، حتى التتويج للعشرة وقبل كده الكاس وبطولة التسعة والعشرة، يعني أي تكريم بيعمله ناديك بيبقى له مكانة خاصة عند اللعيبة وحتى الجماهير، بتبقى فيها كده يعني لفتة حلوة وذكريات ما بتتنسيش، لحظة الاحتفالية دي. فهي على المستوى بقى التنظيمي والشكل طبعا كان شكل تمت بشكل رائع وجميل، والنادي الأهلي زي ما انت قلت رائد في كل المواقف اللي بيعملها سواء في احتفاليات أو بطولات على المستوى الميداني يعني. فمبروك للعيبة والمجلس الإدارة وكل من المنظومة يعني، كل واحد اشتغل في البطولة ديت واللي اشتغلوا في الحفلة عشان يطلعوه بالصورة ديت، فمبروك ليهم، وإن شاء الله موسم جديد
يبتدي النهارده بمباراه السوبر يبقى فتحه خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال زي ما قلنا النادي الاهلي طول عمره بيدي دروس، بس المهم اللي يعرف يتعلم. دي حقيقه فعلا. النادي الاهلي مدرسه كبيره جدا، يعني مدرسه احترافيه كبيره جدا، مدرسه في الاخلاق، مدرسه في النظام. اعتقد ان الناس بتتعلم من النادي الاهلي، بس ما بتقولش ان احنا بنتعلم من النادي الاهلي. يعني انت احيانا يعني وحصلت كتيره جدا لما الاهلي بيحط لوائح، ناس كتيره جدا بتستعير لوائح النادي الاهلي وبتشتغل على جزء منها، لانه مش هيقدر يشتغل الجزء الاكمل الاكبر، لان الاهلي بيلعب على بطولات، بيلعب على عنده كفاءات كتيره جدا، عنده حاجات مختلفه تماما عن بقيه الانديه. ولكن انت دايما مثال لكل الانديه كنادي احترافي، مثال لكل الانديه اللي عايز يبقى عندها ستابيليتي تمام في 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 النظام الاخلاقي اللي انت بتحطه. يعني الاهلي مؤسسه احترافيه تربويه، انت النهارده جوه النادي الاهلي ما بتتعاملش بس كلاعب محترف، انت بتتعامل كلاعب خلوق. اللعيبه اللي عندها اخلاق هي اللي بتستمر دايما مع النادي، مش بس اللعيبه اللي عندها حته الاحتراف، مش بس اللعيبه اللي بتادي جيد جوه الملعب، انت مطالب في النادي الاهلي انك تبقى لعيب امكانياته وقدرات عاليه، وفي نفس الوقت تبقى قدوه لكل للباقي. تبقى لان انت بتتعامل بكأنك بتتعامل باسم النادي الاهلي. النهارده الناس بتبص عليك ما بتقولش اسامه حسني مثلا او كابتن عالم او كابتن اسامه حسني اللعيبه الفذه، بتتعامل لعيب النادي الاهلي. فالسمه بتاعه النادي الاهلي بتطبع عليك، فمن خلال الحته دي انت بتروح في جزئيه ثانيه مختلفه خالص. فالاهلي طبعا قدوه كبيره جدا، مدرسه كبيره جدا جدا يعني. طيب هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونخش على طول في اجواء المباراه ونتكلم عن تشكيل الفريقين. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي هيبقى محمد الشناوي اللي حراس المرمى، ناحيه اليمين كظهير ايمن اكرم توفيق، ناحيه الشمال كظهير ايسر علي معلول، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف، الاثنين اللي في نص الملعب مدافعين حمدي فتحي وعمرو السوليه، الاربعه او رباعي المقدمه هيبقى طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، بينهم قفشه ومحمد شريف راس حربه وحيد. هنتكلم مره ثانيه ونقول التشكيل: محمد الشناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف وياسر ابراهيم قلبي دفاع، خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي عمرو السوليه، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر حسين الشحات قفشه ومحمد شريف. يبقى زي ما انا قلت في المقدمه، احتمال كبير يلعب بنفس اللعيبه اللي عنده وما يلعبش في التشكيل، وده اللي عمله. قلت يعني لو لعب هيبقى واحد ولا حاجه، انما هو فضل يلعب بنفس التشكيل المتعارف عليه وبنفس الطريقه 4-2-3-1. البدلاء علي لطفي، كهربا، حسام حسن، بدر بنون، اليو ديانج، صلاح محسن، محمود وحيد، مكسوني، ومحمد هاني. اما بالنسبه لفريق طلائع الجيش، محمد بسام لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر حسن مجدي، محمد ناصف، علي الفيل، خالد سطوحي، وثلاثي وسط دفاعي مهند لاشين، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، ورباعي المقدمه هيبقى ميدو جابر، احمد سمير، واحمد زولا. يمكن طريقه طلائع الجيش ما بتختلفش كتير 4-3-2-1، ولكن اختلف الافراد. هنشوف النهارده الكابتن عبد الحميد مسيوني هيعملها ازاي، وكان بيعتمد قبل كده على كرات طوليه لعمرو جمال وبيستنى الكره الثانيه. هنشوف النهارده مع نجومنا الكبار طريقه لعب الكابتن عبد الحميد مسيوني. البدلاء هيبقى محمد شعبان، احمد هاني، محمد صباحي، علي محمد، محمد علي الجويني، كريم الطيب، محمد سمير، مصطفى الزناري، ومحمد شحاته. كابتن اسامه، هندخل تشكيل الاهلي، بس قول لنا ايه رايك في الاول في الليله الجميله اللي احنا اتمتعنا بيها في الاحتفال بالعشاء. طبعا الاهلي بدي دروس في كل حاجه طبعا، حتى في الاحتفاليه ما شاء الله كانت احتفاليه رائعه، كانت منظمه، الفقرات اللي كانت موجوده فيها، والاهم من ده كله كمان كل يعني حضور كل القدامى اللي مثلوا النادي الاهلي، الناس اللي صنعت التاريخ على مدار الاجيال، فده الشيء العظيم.
الشيء اللي كان ينقص وكان حريص عليه مجلس الإدارة، لكن طبعا كان خارج عن الإرادة حضور الجمهور، ان الاحتفاليه دي يكون متواجد فيها جمهور النادي الاهلي، لكن علشان الاجراءات الاحترازيه والموافات الصحيه فده اللي كان عائق شويه. لكن جمهور النادي الاهلي تابعها عبر شاشه قناه الاهلي، الحمد لله كانت احتفاليه رائعه، واتمنى ان شاء الله دايما يعني النادي الاهلي يكون في احتفالات واحتفالات. والنهارده يعني بدايه موسم، خلاص المواسم الملتحمه في بعض، فالنهارده انت بتبتدي موسم ببطوله جديده ان شاء الله يعني يكون عند لعيبه النادي الاهلي حافز كبير لمباراة النهاردة، خاصة انت بقى عايز تعوض بطولة الدوري اللي كانت من ايام قليلة، فانت النهاردة تدخل موسم جديد بمعنويات جديدة، فتكون دافع ان شاء الله في الموسم الجديد النهاردة مباراة السوبر امام طلائع الجيش بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء، ندخل بقى على التشكيل. المستر موسيماني ما فضلش النهاردة ان هو يلعب في التشكيل، ولا ان هو يجازف ويلعب بلعيب من الصفقات الجديدة. بص يا ايمن، هو في مدير فنيين، في واحد ما بيبقى عنده صفقات جديده بيحب يبدا بيها، مظبوط، وفي زي النهارده مستر موسيماني بيعتمد على زبون الحرس القديم كويس، وهيبدا بنفس اللعيبه اللي كانت معاه الموسم اللي فات كلها. هي الرايين صح يعني، هي كلها وجهات نظر، يمكن لسه حته التاقلم دي بالنسبه لميكسون لسه مش قوي، لكن حسام حسن طبعا يعني متعود على الدوري المصري والاجواء المصريه، عشان كده النهارده هو فضل تشكيل قديم. يعني في تغيير مثلا ما فيش، هو اكرم توفيق ودايما باكرم او محمد هاني، ما بتحسش بفرقات كتير، لكن هو فضل النهارده اكرم، حتى لو لعب بهاني نفس الكلام. أيوة. ما فيش يعني ما فيش فروقات كتير جدا. لكن هو الاثنين عنده جاهزين، فهو دايما اللي يختار المدير الفني، ودايما بنتكلم هنا بنقول احسن حاجه المدير الفني يبقى عنده اختيارات كتير مش صحيح. مجبر. فالنهارده مستر موسيماني بادئ بمعلول واكرم ايمن اشرف وياسر ابراهيم 4-2-3-1، الطريقه المعتاده بتاعه النادي الاهلي بالافراد اللي على طول موجودين في تشكيل مستر موسيماني، وشايف ان هو تشكيل متوازن جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص. هو النهارده بس كانت كلنا مستنيه على يشوفوا ميكسوني. ايوه بالظبط، اكيد هيشاف النهارده، لكن كبديل التوقيت هيتشاف، لكن هو التوقيت امتى دي حاجه للمدير الفني، هترجع له هو، اكيد هو اللي شايف امتى يدفع بالصفقات الجديده، اذا كان ميسوني او اذا كان حسام حسن. صحيح. كابتن اسامه، هل الفكر المدير الفني بيختلف في مباريات الدوري عن مباريات البطوله؟ البطوله اللي هي بتبقى عباره عن مباراه واحده؟ طبعا، لانه الدوري فيه تعويض. الدوري فيه تعويض ممكن جدا من تتالي الماتشات يريح حد اساسي مثلا ويلعب بحد بديل، لانه الدوري 34 مباراه. في مباريات حتى لو لعب بناس مش عايز اقول اقل في المستوى، لان المفروض اللعيبه كلها قريبين من بعض، لكن مش الاساسيين ساعات بيغير فيهم، لانه عارف انه عنده القدره ان يكسب بعض فرق في الدوري العام حتى لو الفريق ناقص بعض العناصر المهمه. لكن لما انت بتلعب على مباراه ببطوله، مباراه واحده، مفيش فرصه للتعويض، فالطبيعي انك تلعب بافضل تشكيل في الوقت اللي انت فيه. يعني طبعا هم بيبقوا اللعيبه الاساسيين بنسبه 90%، واذا بقى حد لا قدر الله من الاساسيين ما بيبقاش جاهز في الفتره دي، زي ما النهارده شايفين بدر بنون مثلا على دكه البدلاء، كان ممكن جدا لو بدر جاهز في الفتره الاخيره كان اكيد هيلعب. كان اكيد هيلعب، لكن دي ظروف اضطراريه. لكن التشكيل الاساسي اللي هو تقريبا كان بيلعب بيه معظم الماتشات، هتلاقيه هو اللي موجود، لان دي مباراه ببطوله. ايوه، هتتسطر في التاريخ، ما فيهاش تعويض تاني. فدي يعني السبب ان هو ملاعب الناس دي كلها. ولكن النقطه اللي انت كنت سالت فيها كابتن علاء، اللي هي بتاعت اللعيبه اللي هم بيجوا جداد، الكابتن علاء اتكلم صح، انه في واحد بيفضل كده، مدير فني بيفضل يلاعب الصفقات الجديده على طول، وفي واحد بيحب يلعب بالشكل القديم عقبال ما حد يتعود. لكن انا من وجهه نظري، لو هي بتعتمد على الجاهزيه، لو لعيب مهم او لعيب تقيل يعني وجاهز، مفيش حاجه اسمها استنى عليه. انا مش تبع المدرسه دي، انه طالما هو لعيب مميز وانت جايبه صفقه تقيله وجاهز، يعني معنى الجاهزية يعني ما هو مش راجع من إصابة، يبقى سليم، ولكن يبقى مفتاح لعب أو يؤثر بصورة كبيرة بصورة إيجابية في الفريق. يعني حد أنت جايبه بتقل معين. يعني بس هي أسامة دايما اللي بيخلي الموضوع
حته التاقلم. ميكسوني يمكن عشان الوقت كمان ضيق, فما حته ان هو اتاقلم على مع الفريق مع نظام الكره في النادي الاهلي او الدوري المصري والاجواء, يمكن هي دي كمان بتاخر شويه اللعيب. لكن اعتقد ان هو جوه لو كان في وقت كافي كان ممكن يدفع بيه زي ما كان اسامه بيقول. اكيد اللعيب جاهز وكامل, انا اكيد كان يدفع بيه طبعا. يعني هي يعني هو النهارده كابتن علاء لو مش مباراه النهارده مباراه بطوله من ماتش واحد يدفع بيه. كان لو مباراه دوري كان ممكن يدفع بيه ويجازف النهارده. ده بتختلف يا اسامه زي ما كان اسامه بيتكلم دلوقتي. هو هي الفكره في زي ما بقول لك جاهزيه اللعيب ومدى قيمه الصفقه اللي انت جايب. يعني انا مش من نوعيه اللي اقول ايه ان انا جايب واحد جاهز وقادر ومؤثر قوي ان انا لسه هدخله واحده. انا دي مش فلسفتي يعني او مش يعني ما بتفضلهاش. يعني هو لو جاهز وكويس ويقدر ياثر بصوره ايجابيه يبقى ينزل. يعني دي وجهه نظر. وهو في طبعا وجهه نظر تانية اللي تحترم اللي هي انك بتقول ادخله واحده يعني قبل ما بياخد على الاجواء. لكن زي ما قلت هي في النهايه اختلافات في وجهات النظر. التشكيل طبعا زي ما قلت هو تقريبا الاساسي وربنا يوفقهم النهارده ويقدوا ماتش كويس ويحصلوا على البطوله باذن الله رب العالمين. كابتن بلال ايه رايك في النقطه اللي كنا بنتكلم فيها هي واحده دي قصدك؟ لا في حته ان انت لو عندك لعيب جايبه انت شايفه ان هو مؤثر تبتدي بيه ولا تستنى عليه شويه زي ما قال الكابتن اسامه ممكن الماتش يفرق. لا بص فكره انك تبتدي يعني لعيب تنزله في الماتش يعني ربع ساعه في ثلث ساعه في نص ساعه اعتقد فكره بقت قديمه شويه. يعني دي عاف عليها الزمن شويتين ثلاثه الا اذا كان لعيب مش جاهز بدنيا بالنسبه لك. لو مش جاهز بدنيا بالنسبه لي خلاص هبتدي اشركه بقى ربع ساعه في ثلث ساعه في نص ساعه يبتدي يبقى عنده جاهزيه بدنيه, فبالتالي هياخد وقت علشان يلعب مباراه كامله من البدايه. اما لو لعيب قدراته البدنيه جاهزه تمام هو لعيب اوريدي فنيا جاهز مفيش مشكله ان انت تبتدي بيه من اول مباراه. خاصه عايز اقول لك على حاجه ان في برضه مشكله في الحته دي ان اللعيب الاساسي اللي انت بتحطه او اللي هيلعب اساسي وعارف ان في بديل بالنسبه له هو اللي بتعد انه يبقى اساسي هيبقى عليه اوريدي كمان هيبقى عليه ضغط اثناء الجيم نفسه, هيبقى مضغوط مش هيأدي بالشكل المفترض يأدي بيه. يعني النهارده لو مثلا ده بيلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال هتبقى في مشكله بالنسبه للاداء بتاع اللعيب اللي بيلعب مكانه اساسي, يبقى دايما يعني شايف ان هو في اي وقت من الاوقات هيغير, في اي وقت من الاوقات يعني المدرب هيسحبه من الملعب. دوره هينتهي مثلا في الدقيقه 45 في الدقيقه 60 في الدقيقه 70. فانا بشوف لو اللعيب بدنيا جاهز وانت محتاجه فنيا في التوقيت الحالي لا مفيش مضره يعني ان هو يلعب من بدايه اللقاء. بالعكس انا بشوف ان ده الحل الامثل وافضل للاعيب وللاعيبه الثانيه كمان. بدون قطع كلامك قطعته خلاص. لا يعني انا اقصد اقول حاجه سريعه. خلي بالك اللعيب لما بيبتدي المباراه وحتى لو ما وفقش سهل تغيره, لكن افرض الماتش معقرب هتنزله في موقف معقرب يعني موقف صعب انت عايز تحل بقى الماتش يعني صعب عليه. فهي دي الفكره اللي بلال بيتكلم فيها. مظبوط. اتفضل يا كابتن. خلاص يا كابتن مش هقطع تاني. لا ودي وجهه نظر كمان يا كابتن مهمه جدا يعني جدا ان انت لو انت اوريدي اصلا مش واثق فيه 100% انه يبتدي الماتش طب هتحطه ازاي او هتنزله ازاي او يبقى تغييره مهمه جدا ازاي بالنسبه لك لو هينزل الشوط الثاني لو انت محتاجه او محتاج تاثيره ومحتاج قوته او الظروف صعبه بالنسبه لك. مزبوط. هيبقى ازاي هتقدر انت تجازف او تغامر بيه في الحته دي. صحيح. ولا برضه هتبتدي تدور على بديل ثاني يكون امثل بالنسبه لك او الجاهزيه بالنسبه له اكتر من ده عشان مزبوط. تبتدي يبقى تغيير بالنسبه لك. صحيح. مناسب. فدي بتبقى مدارس برضو تمام. لكن انا مع المدرسه طالما اللعيب موجود وجاهز العب ابتدي بيه. صحيح. ده يخليني يا كابتن اسامه اروح لنقطه ان هو مستر موسيماني قال ان الموسم اللي فات كان في اخطاء حصلت سواء من اللاعبين او منه كمدير فني. حته الدفع او توقيت الدفع ببعض اللعيبه الجداد احنا شفنا توقيت الدفع مثلا على سبيل المثال بوالتر بواليا يمكن كان التوقيت مستر موسيماني ما كانش موفق فيه قوي. هل هو حاطط الكلام ده في دماغه بالنسبه ل انت معترض ده كابتن اسامه بالنسبه لويس ميكسوني؟ بص يا كابتن هو النهارده يعني خلينا نتكلم عن ظروف المباراه النهارده هي مش ظروف مباراه دوري.
زي ما الكابتن اسامه قال دوري مشوار في تحصيل، ممكن بفقد نقاط بجمع نقاط في مباريات اخرى. لكن النهارده دي بطوله، مباراه بطوله. النهارده ميكسوني اتمرن تمرينتين مع النادي الاهلي او ثلاث تمرينات، ولعب مباراه وديه كانت امام المولين العرب. فالنهارده موسيماني شافه كويس قوي في المباراه دي. صح. حته انسجامه مع الفرقه، حته اللعب الجماعي مع الفرقه هو يقدر يحكم عليها موسيماني. علشان كده النهارده حته انه يبتدي من البدايه او عدمها دي بتاعت موسيماني هو. كويس. حسب الحاله اللي هو شافها. صح. وقيم عليها في المباراه الوديه. كويس. يعني معنى كلامك الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه النهارده انا ممكن احط ميكسوني من اول مباراه. لكن لما بيبقاش عندي البدايل اللي موجوده في النادي الاهلي، لكن انت النهارده عندك الاساسيين. أصلا الاساسيين طبعا. عندك كهربا واحد النهارده قاعد على الدكه، وعندك طاهر بادئ النهارده. فانت النهارده انت اوريدي عندك القوام الرئيسي بتاعك مكتمل، ما عندكش الاصابات اللي تجبرك النهارده انك انت تلعب في التشكيل. تلعب في التشكيل. صحيح. خلي بالك يسمح برضو التشكيل لو انت النهارده عندك الصفقات اللي انت عملتها، لو حطيت واحد ما ياثرش على قوام الفرقه. مزبوط. لكن انت النهارده الاضرب الفرقه في خلال الفتره اللي فاتت، في فتره الراحه اللي اشتغلوا فيها والاعداد والماتشات الوديه، هو موسيماني. علشان كده ممكن يقول لك النهارده العب على المضمون. ايوه. حتى النهارده المباراه ما تكلفنيش واحد، ممكن العب بيه مثلا اضيع شوط لسه ما انسجمش او دخل مع الفرقه، فخلينا نلعب بالمضمون افضل. اللعيبه الموجوده عندي المتاحه كلها. خاصه النهارده انت بتشوف بدري بنون. ايوه. بره على الدكه النهارده. وفي تجربه يا اسامه، في تجربه بتاعت بواليا. بتاعت بواليا. بنون بواليا. طبعا. بواليا النهارده مهمه جدا بالنسبه للمدير الفني. انت بواليا في حاجه، بواليا انت وقتها انت ما كسبتش بواليا، ده انت وقتها خسرت. أيوة. بواليا وخسرت محمد شريف على المستوى النفسي. فلما بدات الامور ترجع ضغوط على الاثنين، لما الامور رجعت تاني بقى محمد شريف هو الهداف الفرقه رقم واحد. صحيح. وبواليا بقى عندك ورقه رابحه في وقت الملاوقات بينزل يغير في المباريات. بس 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 بواليا معلش معترضون. لا معترض في ايه؟ انا اقول لك معترض في ايه. بواليا مش موفقش عشان هو ابتدى. لا طب هو بعد كده برضه. ما انا ما عنديش، ما فيش حاجه اسمها لعيب كويس يا ايمن ولعيب جامد انك تقول لي ايه لعبته ماتش وحرقته. ما فيش حاجه اسمها كده في الكوره. هو في لعيب بيتحكم عليه ماتش حرقته ما عندوش ثقه بنفسه وان يلعب في اي ماتش تاني يلعب يبقى كويس يا كابتن سيد؟ يعني احنا بنتفرج في الدوريات بركه لا لا مش لعيب بيجي النهارده بيلعب تاني يعني يوم. انا عايز اتكلم ده طبيعي في الكوره وموجود. ما حصلش مع ميسي باريس سان جيرمان. ده الاصل في الكوره في الوقت الحالي. ما حصلش مع ميسي سان جيرمان. حصل مع لعيبه العالم. لا وحصل مع لعيبه تانيه كتير. ايوه ميسي مظبوط. لا لا مش شرط، اصل مش معنى ميسي تجربه. لا لا ممكن يكون ميسي رايح متاخر، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون اي حاجه، مش عشان ميسي لسه خايفين يجربوه في ماتش قبل ما ياخد على الفرقه. لا ما اصل انت اسامه هقول لك انت مش جايب لعيب عشان لسه هتجربه وتختبره وتحكم عليه. انا معاك يا اسامه في النقطه اللي بتكلم فيها. انا جايب لعيب يلعب. انا متاكد منه ان هو كويس. وقت ما هيلعب هيأدي، لكن حته انا استنى انا حرقته وانا ايوه يعني انا بتكلم على بواليا. انا بتكلم على بواليا تحديدا. يعني الكلمه ان هو اصله مستر موسيماني توقيتا لعبه فاخطا ان ابتدى بيه وحرقه. لا ده مش دي مش لا لا في حاجه ظروف بواليا يا كابتن علاء. ظروف بواليا استنى الظروف مختلفه. ايوه صح. شريف كان اساسي. صح. لا دي حاجه ثانيه. ايوه احنا بنتكلم في طريقه الدفع يا كابتن اسامه، بس عشان دي لازم توضح. مظبوط يا بلال. شريف كان اساسي هداف الفرقه وماشي كويس، واحد جاب لك اهداف. انت بتجيب لعيب جايبه عشان تحط تركبه على لعيب اساسي بالنسبه لك. لا ما تجيبش على شريف. فانت شريف بتضغط. لا لا انت بتضغط هنا بواليا مش شريف. انت بتضغط حاجه ثانيه بلال. بواليا انت جبته منين؟ جابه من الجونه من فريق في نص الجدول، فالمعنويات والدوافع مش زي لعيب النادي الاهلي. والضغوط اكتر. ميكسوني انت جايبه منتخب بلاده بيلعب في بطوله افريقيا، وعايز يثبت نفسه. انت بتركبه على لعيب اساسي بالنسبه لك. فانت ضغوطات كل ما دقيقه تعدي من غير تسجيل اهداف او يظهر فيها امكانياته كل ما يبقى ضغط على بواليا، لانه هو عارف ان في لعيب اصلا قبليه بيلعب اساسي ماشي عنده قدراته وامكانياته لعيب هداف يا كابتن. انا مش انا يعني جبت كلمه بواليا بس عشان انه اتقال انه مستر موسيماني استعجل عليه. انا دي مش مقتنع بيها، لكن طبعا شريف انه اساسي وما يقعدش دي حقيقه، لكن انا بتكلم على ظروف بواليا نفسه انه راجل جايب 3 4 تجوان في الجونه وجاي فت وجاي بتاع والموسم شغال، ايه المشكله انه يلعب؟ بس مش بتكلم على شريف خالص. انا بتكلم على تجربته. على فكره اسامه، على فكره اسامه الكلام بتقوله ده لو انا مكان بواليا بيديني دوافع. طبعا. واحيانا بيبقى عليك ضغوط برضه. لا. لا 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 ضغوط بيبقى عليك لا لا ضغوط ضغوط ولا ايجابيه. يعني متخيل يعني انا جاي ومفروض جاهز وكده ومدير الفني حاطط ضغوط فيا. ايوه. الطبيعي يعني النسبه الاكبر ان انا اديني طاقه ايجابيه. مزبوط. زي ما بيتكلم بلال الطاقه السلبيه اللي ممكن تجي لي انا بس قليله قوي ايمن النسبه نفسها. كل ده بيتوقف على
شخصيه اللعيب نفسه طبعا. او الكاركتر بتاعه هو هياخد هيروح لانهي جهه الايجابيه اللي انا المدير الفني في النادي الاهلي حاطه ثقه فيا وبيلعبني انا على حتى الراجل الاساسي دي حاجه تعليني يعني صحيح. النسبه الاكبر تعليني يعني لو كلمنا كده وشفنا لو اسامه وبلال وانت اديك بتلعب كلهم فراو ده لو قلت المدير الفني تعليك حتى نفسيا أي. ممكن النسبه الاقل يحصل زي ما كان بيتكلم بلال ان هي تعمل عليك ضغوطات مزبوط. ما تقدرش تادي بالحاله اللي انت كنت فيها في الجونه بالظبط كده بس النقطه الاخيره بقى عشان تقفل الموضوع ده اللي انا اقصده انه مش عشان هو ابتدى بيه فهيفضل بقى سنه هيبقى وحش عشان اصل هو ابتدى بيه ما يبقى دي ده كلام مش منطقي أيوة. يعني طيب تعالوا نطلع من النقطه دي ونروح نشوف تقرير عن تاريخ المواجهات بين مستر موسيماني وكابتن عبد الحميد بسيوني نرجع لكم مره ثانيه يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لمواصلة حصد البطولات من خلال اقتناص كأس السوبر المصري في مواجهة الليلة أمام طلائع الجيش خاصة أن المدرب الجنوب أفريقي يركز كثيرا في المباريات النهائية ولطالما كانت خططه الفنية والتكتيكية أمرا حاسما لصالح نادي القرن الأفريقي منذ توليه مهمة الفريق حيث إنه لم يخسر أي مباراة نهائية خاضها على دكة الجهاز الفني للأهلي وقبل مواجهة الليلة واجه بيتسو موسيماني نظيره عبد الحميد بسيوني في 3 لقاءات سابقة جميعها كانت بين الأهلي وطلائع الجيش حيث تفوق بيتسو في مواجهتين ونجح في تحقيق الفوز وتعادل الثنائي في لقاء وحيد بينما لم يتذوق المدير الفني للأهلي طعم الخسارة أمام بسيوني على الإطلاق موسيماني يدرك جيدا أن المباريات النهائية تكون مختلفة بشكل كلي عن مباريات الدوري وبالتالي قام بتجهيز عدته مبكرة لحسم اللقب لصالح المارد الأحمر من خلال إقامة مبارتين وديتين أمام بتروجيت والمقاولون العرب في ملعب التتش أعقبهما معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية لوضع الرتوش النهائية على طريقة اللعب وتجهيز كل اللاعبين للظفر باللقب في لقاء الليلة على الجانب الآخر فإن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش يعلم تماماً صعوبة اللقاء لمعرفته بقوة الأهلي في النهائيات ورغبته الملحة نحو الصعود لمنصة التتويج وبالتالي سعى جاهداً لتجهيز فريقه ليكون نداً قوية لأصحاب الرداء الأحمر أملاً في تحقيق مفاجأة كابتن علاء سريعا بقى رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي النهارده وطريقه اللعب زي ما كنا التشكيل ايام تشكيل متوازن جدا وخلاص يعني اتكلمنا في موضوع الدفع باللعيبه القديمه دي خلاص يعني اتناقش صح كلنا اتكلمنا فيه طريقه اللعب هي او الطريقه ما اتغيرتش 4-2-3-1 اعتماد كل على الاطراف معلول مع طاهر ويمكن حته التاقلم هي النهارده كمان مديه ان طاهر هو اللي يبدا ان في التاقلم ده كمان هيفرق قوي النهارده في البدايه طاهر مع معلول والناحيه الثانيه اكرم مع سيد الشحات الجبهتين عندك اخويا جدا لما بيشتغلوا صح والاثنين بيشتغلوا مع بعض مفيش جبهه بتستنى لانك انت دايما هو اللي بيحدد الكلام دايما انت مسيطر ازاي على الكوره مسيطر على الكوره الثانيه مسيطر ازاي على نص الملعب بوجود حمدي فتحي والسوليه الحاجات دي بتفرق معاك قوي بمناسبه نص الملعب يا كابتن انا عايز اتكلم على ثنائيه حمدي فتحي وعمرو السوليه النهارده احنا كنا اتكلمنا يمكن من فتره على ان مستر موسيماني احيانا مع الفرق اللي بتلعب كور عاليه او كور طوليه بيفضل ان حمدي فتحي هو اللي يبتدي على حساب ديانج كويس ولكن اسلوب لعب حبيب ماسيوني او طلائع الجيش كان بيعتمد اعتماد كلي على كور طوليه لعمرو جمال قدام لانه كان بيجيب ضربات الراس ولكن النهارده زي ما قال الكابتن اسامه هو تقريبا بيلعب براس حربه وهمي يعني ممكن يغير في اسلوب الكرات العاليه او الكرات الطوليه راس حرب وهم ايمن بصلها كده فريق الجيش يبقى انت مغير طريقتك بتعتمد على الافراد اللي عندك كويس الافراد اللي كانت عند بسيوني الموسم اللي فات تسمح ان هو يعتمد الى حد كبير مع الفرقه الكبيره على الكره الطويله والكره الثانيه مع وجود عمرو والتكمله كانت بتحصل صحيح هي ده كان الطريقه اللي هو كان بيعتمدها على طول مظبوط لكن الطريقه بتتلعب عشان الافراد يعني زي ما شفنا الكره دي بالظبط اتعملت حلو قوي ان ايه افرادك بتخليك تلعب اللعب ده لكن ممكن اغير طريقتي على حسب الافراد اللي عندي أيوة. هو عنده افراد
الحته الكره الطويله مش هتعمل حاجه الوقت. لكن بص يا كابتن هي كلها كلها كور طويله, كرة طويلة سواء على الاطراف او على في العمق, كان بيعتمد على عمرو ومنسي وكده. لكن هنا لا, ممكن اغير طريقتي على حسب الافراد اللي عندي, ارجع بالطريقه اللي ممكن بسيوني كان بيحبها, وجود احمد سمير. بس في حاجه يا كابتن, انا بتكلم على الجانب التكتيكي اللي انت تبني عليه فرقه. هل انت عندك العناصر اللي تلعب بيها بطرق معينه او تكتيك معين من العناصر الجديده دي؟ على فكره هو من العناصر الجديده ما لعبش غير لعيب كويس, لكن هو غير الشكل. بس كام عنصر من العناصر القديمه مشت اللي خط الهجوم بالكامل. بس هو ده, لان ده هو كان طريقه لعبه على دي ايمن كويس. كل لعبه كان بيعتمد على الكور الطويله, لما الثلاثي مشي خلاص هيغير هلعب بطريقه اللي تناسب الناس اللي موجوده, اللي ممكن لعب على الارض. لان على فكره طلائع الجيش معظم التشكيل موجود لعيبه كره كويسه. ايوه ما يعني لو سبت لهم مساحه ووقت لا بيلعبوا كره كويس. بيستعمل محمد ناصف, بيعرف يلاقي الاماكن كويس, بس لو سبت له الوقت والمساحه زي ما كنا لما نيجي نتكلم عن مباراه. لكن طبيعي جدا انا ممكن اغير طريقتي, ان خلاص الثلاثه مشوا اللي كنت بلعب دايما يا ايمن. يعني النادي الاهلي ما يلعبش بالطريقه دي ليه؟ اللي هو الكوره الطويله, لانه مش اسلوب لعب خالص, لان انا عندي العناصر اللي تديني الطريقه اللي انا عايزها, استحواذ وكرة على الارض واستعمل اطراف كويس. انا عندي كده, كل مدرب كل مدير فني على حسب الناس اللي عنده ونوعيه اللعيبه اللي عنده, هو بيحدد طريقه لعبه. ما ينفعش ابقى انا زي النادي الاهلي كده عندي كام اللعيبه الممتازه دي واقول لك لا انا هلعب كره طويله وكره الثانيه, استحاله مش ممكن. نفس الكلام في فرق ما ينفعش تلعب على مثلا 4-2-3-1, ان ما عندوش العناصر اللي تخليها من حته استحواذ زي مثلا اي مدرب يقول لك انا السنه دي هلعب استحواذ. ايوه بس لعيبتك امكانياتك هي كده, انت امكانياتك ايه اللي تبدا تشتغل بيها. وبعدين بسيوني كان عنده ميزه, كان عنده وقت كتير قوي ان هو يبدا يحضر فرقته كويس. عنده وقت, اخر مباراه لعبها امتى بسيوني يا اسامه؟ اللي كانت في الدوري, يعني كان عنده وقت كويس. ان بعد اللعيبه دي مشيت انا كمدير فني هقعد, طب ده مشي انا ابدا اعمل ايه اللي جاي فلان وفلان, انا ممكن اغير طريقتي. اللعيبه اللي مع او في حاجه تانية ماشي, انا كمدير فني اتفضل ليا اسلوب او طابع لعب معين, فانا مشي من عندي بعض اللعيبه كويس وانا اللي ليا الاختيار كويس, فبحاول اشوف لعيبه تيجي تناسب الطريقه اللي انا هلعب بيها. لو انت عايز تلعب بيها لو انا عايز العب, لو انت مصمم عليها. لكن اللي ممكن اقول لك ان هو كان اكبر يلعب بيها بسوني علشان العناصر اللي موجوده عنده بالظبط. هو عنده عناصر فراوده كتير ومميزين في حاجه, فهو فضل ان هو يستغلها. لكن انا عندي عناصر تانية خالص, او انا دماغي طريقه تانية ممكن استغلها, والناس العناصر دي تساعدني ليه لا. وعلى فكره بسوني مش من نوعيه المدربين المصنفين ان هو يدافع يلعب كره طويله. يعني مثلا كابتن طارق العشري معروفه طريقته, معروفه في كل الانديه. معروفه هو بيرتاح للطريقه دي, وحقق بطوله مع الحرس بالطريقه دي. بس كانت الافراد موجوده وقتها كانوا جامدين جدا, كان اسامه موجود وبلال, الافراد موجوده كانت موجوده كويسه قوي. فهو دي طريقه طارق. بسيوني عكس بسيوني ممكن على حسب الافراد او حسب الناس اللي موجوده عنده يلعب بطريقه اللي هو اللي بيستريح ليها. مفيش مدير فني ايمن هيبقى عنده مجموعه لعيبه ويخليهم يلعبوا على طريقه تانية مش هتفيده هو. دايما المدير الفني بيشوف الطريقه المناسبه للناس اللي موجوده وانا هقدر اشتغل بيها كويس قوي. ده في الناحيه الهجوميه يا كابتن علاء, بس في الناحيه الدفاعيه والناس موجوده ما عنده اللي عظيم مان تو مان. واحد مع عفشه تلاقي مع عفشه, حسين الشحات فلان مع فلان, مش هتلعب على المكان. بص ده في الناحيه الهجوميه هيغير. عامه اما بتيجي تدافع سهل قوي ان دايما طريقه دفاعيه كويس قوي, وهنتكلم على الشق الهجومي. الشق الدفاعي بسيوني بيلعب بنفس الطريقه, هتلاقي نفس الكلام, وهتلاقي الثلاثه في نص الملعب, وهتلاقي بيحاول يقفل المساحات. لكن انا بتكلم بعد لما يمسك الكوره, اللي كان بيتكلم عليها ايمن هي الكوره الطويله اللي كان بيلعب عليها. بس ده هيجرنا كابتن اسامه عرابي وكابتن علاء, بيقول ان انت حسب اللعيبه الموجوده عندك ممكن تغير طريقتك. بس هل ممكن الكابتن عبد الحميد مسيوني النهارده في مباراه بطوله زي ديت ممكن يغير طريقته بسهوله او اسلوب لعبه؟ خلينا نتكلم على اسلوب اللعب. يعني هيبقى في اختلافات بسيطه, مش اسلوب الاساسي مش هيبقى متغير. الاسلوب الاساسي مش هيبقى متغير, ولكن مثلا هو في كور بيعملها طويله من الخلف للامام مثلا لعمرو جمال وعمرو مرعي ده كانت
ما انا بتكلم في دي. أيوة. ممكن النهارده تبقى اقل شويه على اساس ان عبد الرحمن شيكا اصلا لعيب وسط ملعب. يعني بيلعب ناحيه الشمال. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي الشكل العام قدامنا ان عبد الرحمن شيكا هو اللي هيلعب راس حربة وهمي. لكن الله اعلم ممكن يكون هيلعب على الطرف وواحد تاني هو اللي هيبقى قدام جوه. يعني هو ممكن يلعب في نص الملعب هو بيلعب نص يعني ممكن يلعب في نص الملعب مظبوط. فاحنا مش عارفين بالظبط. فالشكل مش هيبقى زي انه بيلعب طويل من الخلف الامام مثلا زي ما كان بيعمل على الثلاثه اللي هم مشوا من عنده اللي هو الثلاث مهاجمين اللي عنده ممكن. لكن يعني انا اقصد ايه السمه العامه هتبقى موجوده اللي هو فيه اتنين ارتكاز اساسيين مهند لاشين وعمرو السيسي بنفس اسلوبهم. هو مغير بس اتنين النهارده ميدو جابر وعبد الرحمن شيكا هم اللي ما كانوش في الفرقه دي. يعني في 9 لعيبه في التشكيل كانوا بيلعبوا ولكن هو الاختلاف بنوعيه الفراوده اللي قدام اللي كانوا عنده. صحيح. يعني هو جايب 13 صفقه منهم بادئ بواحد بس منهم ميدو جابر النهارده لا وعبد الرحمن شيكا اتنين من شيكا من الانتاج معظم الصفقات اللي جايبها ال 13 كلهم في الجزء الامامي على فكره يعني او 90% منهم يعني اغلبيه محمد الصباحي وعبد الرحمن شيكا بيلعبوا ناحيه الطرف الشمال. أيوة. ميدو جابر واحمد عفيفي بيلعبوا ناحيه الطرف اليمين وساعات بيلعبوا ناحيه الطرف صح. الشمال كريم الطيب وكازادي كاسونجو بيلعبوا اتنين فراوده عشان ده الجزء اللي مش كله عنه كل تركيز خط الهجوم بالكامل خط الهجوم مظبوط. بس هو النهارده ما بيلعبش بحد اساسي راس حربه. أيوة. يعني ما بيلعبش بكريم الطيب ما بيلعبش بكازادي كاسونجو فالشكل هيبقى مختلف. هو عايز يكسب في نص الملعب الاستحواذ وممكن يلعب على الجناب لان هو بيجيد اللعب على الجناب ويلعب على الجناب ويلعب بقى على ايه هجمه مرتده ضربه ثابته وعايز يملى نص الملعب. أيوة. لانه عارف لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره. صحيح. وهي اللي هتبادر بالهجوم. ثانيا كانوا بيلعبوا قريب مع ماتش الجابون في حوالي 6 كانوا بيلعبوا موجودين النهارده فهيبقوا اكثر جاهزيه منه. أيوة. ف يعني اعتقد بص يا كابتن دي هجمه مرتده كابتن بلال معانا من الماتش بتاع طلائع الجيش اللي فات ماتش الدوري ماتش الدوري يعني. اخر مباراه جمعت بينا اللي انتهت بالتعادل السلبي. بص يا كابتن اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي هتلاقي عنده مساحات بيقدر يشتغل فيها في الهجمات المرتده طبيعي يعني انت كمان الماتش ده يعني ما اعرفش احنا كنا في الدقيقه كام يعني الشوط لا ده كان الشوط الاول اعتقد يعني مش كده صح ده كان الشوط الاول فانت النهارده كنادي اهلي بتستحوذ وبتشتغل وبتلعب وعندك لا عندك زياده عاديه في الناحيه الهجوميه الباكين الطرفين بتوعك بيشتغلوا في الناحيه الهجوميه فاوريدي في مساحات من خلفهم بس بص هنا كابتن معلش لا هقول لك اهو بص الكره اللي فاتت بعد اذنك ممكن نرجع بيها شويه بص يا كابتن هنا بص يا كابتن هنا بص هو كام لعيب لما الكره تتقطع منهم كام لعيب مضروب في المنطقه دي كام لعيب النادي الاهلي قصدك مش كده ادي 1 2 3 4 5 لعيب نص الفرق خمس لعيبه طبعا نص الفرق هي الفكره عندك في ايه مساحه كبيره جدا في نص الملعب هي الفكره في ايه عبد الحميد بسيوني عملها كفكره جيده بالنسبه له في ماتش الاهلي ان هو دايما الهجمات المرتده بتبقى منها على اطراف الملعب صح. مش من النص لانه عارف ان انت بتشتغل عارف ان انت دايما بتشتغل بالباكين انت باكينك على طول موجودين قدام فاي حتى عمرو جمال كراس حرب اساسي يا كابتن عمرو جمال طبعا اهو كان هنتكلم في حاجه في الكوره دي رجع ممكن ترجع الكوره دي عشان بس هتكلم على حاجه بسيطه بص يا كابتن الهجمات كلها ايه هجمات ممكن يقطع الكوره يا كابتن علاء لا اقول لك حاجه نرجع بيها تاني حاجه بتمنى ان شاء الله تكون انما ترجع لحته التقهقر الخلف زياده عن اللزوم غيرت يعني ان شاء الله الامور احسن فيها يعني باذن الله رب العالمين ان شاء الله لا هي الكره الثانيه الكره الاولانيه اللي جبناها من الاول خالص في بدايه الهجمه لما الكره اتقطعت من لعيبه النادي الاهلي ارجع كمان ورجعت لاحمد سمير على الجنب كمان من البدايه ارجع ايوه كمل بقى لحد ما اقول لك اقف بس كمل بص خط الدفاع عندنا بقى كمل كمان كمان كمل رجع ورا قوي كمل بقى صاف هنا اقف هنا المفروض يبقى بص يا بص عند خط السنتر قبلها ب 2 دقيقه الكوره دلوقتي لما يعني الطبيعي الكوره دلوقتي الهجمه للنادي الاهلي على تقريبا عند خط ال 18 للجيش طبيعي الاربعه اللي على دايره النص هناك دول المفروض على خط السنتر المفروض ده اللي بنقوله على خط الكوره دي تخيل انت لو الازرق ده هو اللي قدام الخط السنتر كده هتلاقي دايما الكره الثانيه واستمرار الهجمه مظبوط بدل ما تبقى هجمه مرتده عليك انت وتعملها خطوره بالعكس انت الهجمه عندك هتستمر عشان كده دي كانت فيها الموسم اللي فات كانت فيها شويه معاناه بالنسبه لنا مظبوط ان هو دايما بتخلي المساحات كبيره قوي صحيح. طب كابتن اسامه النهارده ازاي مستر موسيماني يتعامل مع التكتلات الدفاعيه للكابتن عبد الحميد بسيوني المتوقعه النهارده دي اللي قالها كابتن علاء قال لك الشكل الهجومي هيتغير علشان عنده مفاتيح هجوميه اتغيرت لكن الشكل الدفاعي عند طلائع الجيش والكابتن عبد الحميد بسيوني ثابته
ثابته، بمعنى النهارده لما نبص على خط الظهر بتاع طلائع الجيش هتلاقي عنده ثبات في التشكيل. محمد بسام هو الحارس المرمى الاساسي بتاع طلائع الجيش، ناصف ناحيه الشمال، علي الفيل وخالد سطوحي وحسن مجدي دول الخط الخلفي ده ثابت برضه. نفس الكلام مهند لاشين وعمرو السيسي، الثالث اضافه ليهم في وسط الملعب عبد الرحمن شيك. كويس، النهارده هنشوف مان تو مان على لعيبه الاهلي كتير. حلو، في نص ملعب طلائع الجيش كويس. لما الاهلي معاه الكوره وبيعمل عمليه الاستحواذ بتاعته، تدوير الكوره من اليمين للشمال، في اسلوبين في اللعب. في مدرب يقول لك العب مان على المكان كويس، بحيث انا ناحيه اليمين جالي لاعب من لعيب الاهلي انا في المكان بتاعي بمسك، سواء حسين الشحات سواء جالي قفشه في المكان ده انا بمسكه. مظبوط، ده يتطلب ايه بقى من لعيبه النادي الاهلي؟ لا ده انا الكابتن عبد الحميد بسيوني مش هيلعب كده، ده هيلعب هيقول هيحفظ. النهارده مهند لاشين مثلا معاك قفشه، يبقى مهند لاشين طول المباراه مع محمد مجدي مان تو مان، مان تو مان ده اسلوبه. عمرو السيسي مثلا معاك حسين الشحات، يبقى حسين الشحات راح في اي مكان مع عمرو السيسي. بس الاسلوب دوت يعني عفى عليه الزمن، ده اللي احنا شفناه في مباراه الدوري الاخيره. خاصه هتلاقي رقابه النهارده كبيره جدا بالاخص على مجدي قفشه، ان هو ده المحور اللعب اللي بيلاعب لعيبه الاهلي. كويس، بينزل يستلم من تحت، بيشتغل ناحيه اليمين، يشتغل ناحيه اليمين، بيربط اللعيبه ببعض، هو مجدي قفشه. فانت النهارده عايز تبوظ طريقه لعب الاهلي تلعب على مجدي قفشه. ايه المطلوب بقى من مجدي قفشه؟ بالظبط، النهارده تحرك كتير بدون الكوره، بلعب وما بقفش، لا بلعب وبتحرك. لازم مزبوط. يكون في النص الامامي للنادي الاهلي في لا مركزيه، بمعنى النهارده لو انا شفت النهارده مجدي قفشه طلع على الاطراف عشان يستلم، لازم حسين الشحات يدخل. مزبوط، النهارده لو محمد شريف وهو بيمتاز بالنقطه دي بيطلع على الاطراف، لازم الاقي حسين الشحات، لازم الاقي مجدي قفشه. حته اللا مركزيه والتحرك بدون كوره ده اللي هيخلق فرص النهارده، والسرعه كمان في نقل الكوره يا كابتن. طبعا انت ده اساسي، انت النهارده واحنا بنتكلم بنقول بلعب الكوره واتحرك، لازم يبقى عندك سرعه. طول ما انت الريتم بطيء ده بيساعد طلائع الجيش، وهم عايزين يوصلوا للريتم ده. حته النهارده طول ما انا بطول المباراه لوقت اطول، النهارده وقت المباراه وقت اضافي، هو ده طريقه تفكير عبد الحميد بسيوني، هو ده اسلوب من اسلوبه او هدف من اهدافه، ان انا اوصل ركلات ترجيح زي مباراه الكاس. صحيح، لكن النهارده النادي الاهلي لازم يفرض الريتم السريع. مزبوط، لازم التحركات بدون كوره النهارده، لازم التكمله الهجوميه في النص الامامي. حته الاطراف بقى كان بلال بيتكلم عنها، علي معلول وهو ممتاز بالناحيه الهجوميه، وايضا اكرم لما بيطلع، طلائع الجيش اول ما بيسيطر على الكوره او بيستحوذ على الكوره هتلاقي دايما ميدو جابر، هتلاقي احمد سمير، زولا المهاجم الوهمي هياخدوا المساحات اللي مش في قلب الملعب، لا اللي على الاطراف هنا. فالنهارده ده دور بقى، دور ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ولازم يكون في باك ثالث واقف او حمدي فتحي بيعملها. النهارده دور، لا انا بتكلم على اثنين مساكين. أيوة بتكلم، هم شايفين الرؤيه كامله. صح، واحد منهم لازم، واحد منهم. مزبوط، طبعا النهارده الكلام والصوت مهم جدا. صح، يعني ايمن لو رحل ورا علي معلول لازم ياسر يضم، لازم اكرم ما يبقاش في مستوى علي معلول، لازم يرجع، ولازم حمدي فتحي ينزل. مباراه النهارده كابتن ايمن، المكسب بتاعنا النهارده الوقفه الدفاعيه الصح، مش الناحيه الهجوميه. قبل الناحيه الهجوميه وان انا هاجم وان انا يبقى معايا كوره وبتحرك، لا لازم الوقفه الدفاعيه الصح، لازم يكون عندي النهارده احترم طلائع الجيش. لما بفقد الكوره هو معاه الكوره، لازم كل اللعيبه في وقت من الاوقات تحت الكوره واخلق المساحات في ظهرهم علشان اقدر اشتغل فيها. هو ده النهارده المباراه اللي بتكون من بطوله، او البطوله بتبقى من مباراه واحده، مهم جدا النواحي الدفاعيه، ان انا احافظ على شباكي طول ما انت العمليه 0-0، ممكن اسجل في اي وقت. وخلي بالك الضغط على الخصم من البدايه ومواصله الضغط والخطوط كلها، يعني احنا اتكلمنا على نقطة من شوية، حتة خط الدفاع اللي بيبقى نازل لتحت شوية، ألف بيه ألف بيه أساسيات تحركات الدفاع. النهاردة ما بقاش في جاب ما بين الوسط والدفاع، لازم الخطوط تبقى متقاربة. النهاردة لو كرة قدام لازم الفرقة كتلة واحدة، وتوالي الضغط خلي بالك بيولد أخطاء عند الفريق التاني. ما هو ده برضو، انت النهاردة لما بتفقد الكرة قدام أول واحد بيضغط محمد شريف، حسين الشحات، قفشة، لازم يبقى عندك ضغط هجومي منظم كله في حتة واحدة، ده اسلوب النادي الاهلي. صحيح، وفي وقت من الاوقات بتفقد الكوره لازم برجع كله تحت الكوره، علشان النهارده برضو المساحات اللي بيلعب عليها طلائع الجيش عن طريق احمد سمير وميدو جابر وزولا في الاطراف ورا علي معلول واكرم توفيق، لازم احترمها النهارده. صحيح، بدقه جدا لازم اقفل المساحات دي. برضو الكرات الثابته سلاح، سلاح سواء ليك او علي او دفاعي. مظبوط، المباراه الكاس اللي هم تعادلوا فيها طلائع الجيش وراحت لركلات ترجيح كانت كرة ثابتة ودخلت فينا. فالنهاردة زمان بستغل الكرات الثابتة لصالحي، لازم النهاردة الوقفة الدفاعية مهمة جدا،
خاصة أنت عندك بدر بنون مش موجود، بدر بنون ممتاز بالطول، فالنهاردة عندك أشرف وياسر إبراهيم ما بيمتازوش بالطول زي بدر بنون، فالنهارده مهمه جدا النواحي الدفاعيه في كره السبت. صحيح. طيب تعالوا نروح لزمايلنا سلا حامد من اهل الجزيره وفاروق صلاح من اهل مدينه نصر ونتعرف على اخر الاجواء عندهم هناك. اتفضلي يا سلا. طبعا برحب بيك يا كابتن ايمن اكيد وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، كابتن احمد بلال والكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه حسني وكابتن علاء ميهوب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن طبعا زي ما كابتن ايمن حضرتك قلت، انا حاليا هكون مع حضرتك ومع كل مشاهدي قناه الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالله جزيره عشان انقل لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي كل الامور والاجواء والاستعدادات هنا والتجهيزات قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم، مباراه السوبر طبعا ما بين النادي الاهلي وطلائع الجيش اللي ان شاء الله يعني هتقام في تمام الساعة 7 مساء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب. يعني طبعا يا كابتن ايمن خليني اقول لحضرتك في البداية، يعني بدأ بالفعل اعضاء النادي الاهلي تتوافد على مقر النادي الاهلي بالله جزيرة، يمكن كنت موجود انا هنا قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره من بدري. بالفعل يعني الاعضاء بدات تتوافد على مقر النادي وكمان يعني اداره الخدمات والاداره التنفيذيه بداوا في الاستعدادات والتجهيزات، يمكن جهزوا يعني كل المقاعد والكراسي نظموها طبعا بشكل جيد عشان الكل يكون عنده الامكانيه ان هم يلاقوا يعني مكان يحجزوه او يقعدوا فيه اثناء مشاهده المباراه، وكمان عشان يعني ما فيش اي عضو يواجه اي مشكله ان هو طبعا يشاهد المباراه بشكل جيد، فكانوا حريصين جدا على ان هم يعني ينظموا الاماكن بشكل جيد قبل ما الاعضاء يكونوا متواجدين هنا داخل مقر النادي الاهلي بالله جزيره. كمان يعني غير المقاعد والكراسي كانوا حريصين برضو على ان هم يوفروا اكثر من شاشه عشان تنقل او تعرض يعني مباراه النادي الاهلي النهارده وطلائع الجيش، غير شاشه العرض الشاشه الرئيسيه كمان في اكثر من شاشه موجوده يعني سواء عند ملعب مختار التتش او في يعني المبنى الاجتماعي او كمان عند المنافذ الموجوده هنا داخل المقر. كل دي يعني شاشات موجودة بجانب الشاشة العملاقة الشاشة الرئيسية عشان الكل كمان يكون عنده الإمكانية وأماكن تكون متوفرة لكل أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم. يعني كمان مع إدارة الخدمات والإدارة التنفيذية معهم جميع أفراد الأمن تحت قيادة طبعا سيادة العميد علاء صلاح اللي بيقوم طبعا بدور كبير جدا هو وجميع أفراد الأمن، يعني هو مع إدارة الخدمات والإدارة التنفيذية عشان يعني يلبوا أو يجهزوا الأمور كلها بشكل جيد ويكون في كل التسهيلات أو جميع التسهيلات لكل أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم، وده كله يعني بيتم هنا يا كابتن أيمن داخل مقر النادي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبعا للحفاظ على سلامة الجميع. يمكن ده طبعا يا كابتن أيمن كانت كل الأمور هنا وكل الاستعدادات والتجهيزات قبل بداية وانطلاق مباراة اليوم. يعني أكيد أنا هكون معاك أنا وزملائي يعني من جميع فروع النادي الأهلي عشان ننقل لحضرتك كل الأجواء قبل المباراة النهاردة وما بعد المباراة إن شاء الله، الأجواء ما بعد المباراة. فطبعا مستمرين مع حضرتك يعني على مدار اليوم، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليك طبعا يا كابتن ايمن تفضل. شكرا جزيلا لسلا، ومن سلا نروح لزميلنا فاروق صلاح من اهلي مدينه مصر. اتفضل يا فاروق. كل شكري ليك يا كابتن ايمن وشكر موصول ايضا لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عرابي الكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. نقدر نقول حاله من الترقب من جانب جماهير النادي الاهلي لانتظار النسخه 18 لكاس السوبر المصري، المباراه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش واللي هتقام على استاد برج العرب بالاسكندريه. يعني تقدر تقول جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر عندها حاله من الترقب انتظارا ل يعني رؤيه النادي الاهلي العوده من جديد طبعا للاجواء المحليه وبطوله ان شاء الله نتمنى انها تضاف لبطولات النادي الاهلي ودولاب بطولات النادي الاهلي هي بطوله كاس السوبر المصري. ايضا الاعضاء منتظرين يعني متشوقين ايضا لرؤيه الصفقات الجديده للنادي الاهلي طبعا يعني ومدى يعني تاثيرها في النادي الاهلي وبطوله ايضا جديده نتمنى ان شاء الله انها تضاف للاعبين. خلينا اقول لك ان هنا الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي يعني العميد احمد ايهاب النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر والاداره التنفيذيه والعميد محمود حسين امين بدور اكثر من رائع طبعا الامور التنظيميه والخاصه بتنظيم اللقاء وتسهيل اكثر من وتوفير اكثر من مكان لاعضاء النادي لمتابعه هذا اللقاء لان ان شاء الله نتمنى اطار اللقاء يخرج في اطار الروح الرياضيه ما بين الفريقين الاهلي وطلائع الجيش، ونتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي
وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح كابتن علاء. نخش بقى على سيناريو الشوط الاول، هل الكابتن عبد الحميد هيبقى عنده جرأه من البدايه ان هو يهاجم ويفتح اللعب، ولا هيلعب بنفس الاسلوب من بدايه المباراه؟ لا يفتح اللعب من البدايه ما اعتقدش. مباراه البطولات اللي هي المباراه واحده دي الحساب بتختلف، فبتختلف وما ليش فيها كره حلوه. اه يعني كل التفكير بيبقى عشان عايز الهدف ده، عايز لان هو مباراه ببطوله. ايوه بالظبط، التفكير فيها بيبقى ازاي الاول ادافع كويس او اقفل المساحات، وبعدين لو جت فرصه هجمه مرتده اخطف، اخطف هدف، اعمل اي خطوره على النادي الاهلي هشتغل عليها كده. لان هو عارف، كابتن بسيوني عارف خطوره النادي الاهلي، ان هو دايما بيحب الاستحواذ ويحب يلعب الكره بتاعته العاديه. أي. من رجل للرجل لحد ما يلاقي المساحه او المكان اللي بيدور عليه ويبدا يشتغل. عارف خطوره علي معلول، اكرم توفيق الناحيه الثانيه، عارف النادي الاهلي مفتاح لعبه كتير جدا متنوعه، زي ما كان بيتكلم اسامه على محمد مجدي. أي. محمد مجدي في الثلث الاخير اخطر لعيب في النادي الاهلي، اللي دايما بيتحرك ودايما بيبقى شايف خطوره مجدي ان هو رايح للجول دايما وشايف. مزبوط. مش بدوره خالص. محمد ولا على الجناب، ولا على الجناب. محمد شريف خطورته في التحركات، عنده لما بيبقى بينفرد بالمرمى عنده حس حلو قوي، بيعرف يجيب جول كويس قوي. صحيح. مش دايما مش متسرع. نفس الكلام عند طاهر والشحات، اللامركزيه اللي بيعملوها بتلخبط اي اتنين مدافعين. دايما طاهر والشحات ما بيلعبوش على الخط طول المباراه، دايما بتلاقي حد فيهم واحد الكوره عنده والتاني بينزل راس حربه تاني. كل التحركات دي ايمن بتعمل مشاكل دفاعيه عند عبد الحميد بسيوني. حلها الوحيد ان هو هيبدا تحس ان في زحمه جدا في التلت الاخير، هو مش عايز يوصل لحته المرحله ان هو النادي الاهلي يبقى ضاغط على طول ان هو انا هجيب هدف زي الماتش الاخير بتاع الدوري. بالظبط. يعني النهارده كمان خد بالك الحسابات مختلفه ودقيقه جدا. بسيوني مش عايز يدي انطباع لعيبته ان هو على طول مضغوط ومستني هدف، مستني هدف دي في بطوله الدوري ماشي. هو مش عايز الانطباع ده. والنادي الاهلي هيدور على اللي هو عايزه ده، ان انا هفضل ضاغط عليك لحد ما احرز الهدف. بس ضغط مع تقفيل كويس دفاع في نص الملعب، واكيد مستر موسيماني بيتكلم على هجمه مرتده اللي برضه هيعتمد عليها النهارده بسيوني. يعني هو هيسيبك تستحوذ وهيسيبك انت اللي تلعب وهو هيستقبل اللعب، لكن برضه هيدور على ان ازاي اقطع بخطا تمرير وابدا اعمل عليك هجمه مرتده اللي هيعتمد عليها برضه النهارده. يعني هو حته اللعب الطويل مش موجوده، مش هيعتمد عليها، لكن هو هيعتمد النهارده ان يقطع الكوره على وقفه دفاعيه غلط. هو زي ما مستر موسيماني فرج لعيبته او شاف الجيش بيلعب ازاي، طلع الجيش بيلعب ازاي، اكيد بسيوني بيتكلم على الاخطاء اللي عند ممكن يقع فيها النادي الاهلي، الوقفه الدفاعيه الغلط اللي هي اللي اقدر ان انا العب عن طريقها هجمه مرتده مثلا سريعه. بالظبط، لان هو يعني دايما كل مدير فني عارف فرقته ولازم يبقى يعني صادق مع نفسه، بيقول انا عمري ما هلعب على النادي الاهلي استحواذ. ايوه، مش هديك النادي الاهلي مش هديك الفرصه دي اطلاقا. مزبوط. مش معقول طالع الجيش ومستحوذ والنادي الاهلي هو اللي هيدافع. بالظبط، دي مش هلاقيها. فهو بيدور على الحاجه الثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ تمريره خطا والعب على موقف دفاعي غلط. وده بتحصل على فكره في كل في العالم كله، ما بتكلمش على هنا بس. أيوه. هو ده اللي هيعتمد عليه بسيوني النهارده. او لو انت يعني لو انت برضه ان هو النادي الاهلي متحكم في شكل اداء، لو انت اديت للعيبه نص الملعب مساحه ووقت ان هو يستلم الكوره ويلاقوا بعض في نص الملعب، هتبقى مشكله لعيبه النادي الاهلي. هيبدا يبذل مجهود كبير قوي عشان يجيب الكوره، عشان تبقى دايما الكوره معاك لازم تبقى خطوطك قريبه قوي. بالزبط. قوي، ولازم نص الملعب يبقى مع الهجمه على طول. خط الدفاع وخط الدفاع بقى ايمن اشرف وبدر، ايمن اشرف وياسر ابراهيم لازم كبير قوي على نص الملعب. مع دايما واحد مع راس الحربه اللي موجود وواحد شايف اللعب، ودايما عينيهم على في السرحان، لان الكوره ممكن طايشه كده تعمل عليك مشكله. عشان كده بقول لك لازم انا شايف الكوره كويس قوي بس مركز. هل في سرعات في الجانب الهجومي لنادي طلائع الجيش؟ مش سرعات لكن مهاره. مهاره يعني احمد سعيد، يعني سمير مهاري طبعا، ميدو جابر مهاري كويس قوي. انا بيعجبني مهند لاشين وعمرو السيسي في نص الملعب، لعيبه كويسه بيدافع كويس قوي، ومهند كورته كويسه. عشان كده بقول لك ايمن لازم المساحات تقفل كويس قوي في نص الملعب، انك انت ما ينفعش تسيب مساحات. صحيح. عشان كده بقول لك النادي الارضي انا مستحوذ وادور على هدف، لكن لازم ضغط كويس قوي ولازم مساحات قريبه جدا. صحيح. كابتن اسامه، ايه نقاط القوه في النادي الاهلي اللي ممكن يستغلها مستر موسيماني النهارده؟ لا، في حاجات كتير. النادي الاهلي كلهم طبعا كلنا اتكلمنا على موضوع قفشه، التمريرات البينيه بتاعته، تسديد من بره ال 18 بالنسبه له هو وعمرو سوليه، وشفنا ليهم اهداف كتيره بيحطوها من بره خارج ال 18. في العرضيات بتاعت علي معلول دي قوه طبعا.
ولكن لازم يقابلها كمان زياده عدديه في منطقه 18 من المهاجمين. طبعا ما هو طبعا زياده عدديه دي الف ب في الناحيه الهجوميه. ايوه فرقه بتهاجم ومفيش زياده عدديه فرصها في احراز الاهداف بتقل جدا. صحيح. لكن لما انت بتعمل اللي احنا بنقول عليه العمق في الهجوم اللي هو في زياده عدديه في 18 وفي عمق، بمعنى هتلاقي واحد على القائم الاولاني، واحد على القائم الثاني، واحد على نقطه البعيد. البنالتي واحد جاي من بره من خارج ال 18 او اثنين، بتلاقي في متوزع في المنطقه اللي هي من السته يارده للبنالتي ثلاث اربع لعيبه بعمق معين، فهو ده الزياده العدديه. لكن ان انا علي معلول هيعمل عرضيات او سواء على الارض او فوق واكرم توفيق نفس الشيء ومفيش حد موجود، فكل دي نقاط قوه. حسين الشحات واختراقه للعمق زي ما قلنا، الضربات الثابته من علي معلول وقفشه، اختراقات محمد شريف، ففي عناصر قوه كتير في النادي الاهلي نتمنى لها التوفيق. وهي بس النقطه ان ايمن اشرف وياسر ابراهيم لازم ياخدوا بالهم ان مفيش راس حرب هتلاقيه صريح قوي هيلاقيهم بيتبادلوها. يعني مره هتلاقي عبد الرحمن شيكا، مره هتلاقي زولا، مره هتلاقي ميدو جابر، مره هتلاقي احمد سمير، مش هتلاقي حد ثابت صريح. ياخدوا بالهم بس في الرقابه. طب كابتن بلال، ايه بقى نقاط الضعف اللي يلعب عليها مستر موسيماني في طلائع الجيش؟ لا خد بالك، الفرق زي ما قالوا الكباتن من شويه، الفرق اللي بتبقى اقل منك بيبقى عامل حسابه ان هو يقفل كل نقاط الضعف بالنسبه له. كويس. ان هو بيشتغل بزون ديفنس، بيلعب في نص ملعبه، بيحاول انه يضغط عليك، يعمل تكتلات دفاعيه كبيره جدا جدا، بيحاول يقفل المساحات بحيث ان هو ما يظهرش، ما تبقاش نقطه ضعف ظاهره بالنسبه لفريق النادي. لان عارف طبعا الفرق الكبيره بيبقى لعيبه عندها مهارات، لعيبه عندها سرعات، النادي الاهلي عنده مهاره، لعيبه عندها مهاره، لعيبه عندها سرعه، في تكتيك بيشتغل بيه النادي الاهلي انك ازاي توصل من على اطراف الملعب، ازاي توصل من العمق، اللعيبه اللي موجوده وامكانياتها المهاريه. فبالتالي الفرقه اللي بتلعب قدامك بتبقى في وقت من الاوقات زي ما قال اسامه حسني على الستايل القديم، انه ممكن يضطر يلعب بالستايل القديم اللي هو مان تو مان في بعض الاوقات في الملعب. صحيح. او في بعض الاماكن في الملعب ممكن مجدي قفشه يبقى مان تو مان، محمد شريف يبقى بيلعب عليه واحد وتاني بيعمل الكفرنج يعني. فعايز اقول لك ان طريقه النادي الاهلي نفسها وطرق اللعب والسرعه والمهاره، استغلال السرعه والمهاره اعتقد دي هتبقى حل من الحلول المثاليه بالنسبه للنادي الاهلي في وقت من الاوقات. الطريق هيهاجم اكيد، وضع طبيعي يعني. فاعتقد ان استغلالك للمساحه اللي هتبقى موجوده وللمهارات الفرديه اللي عند اللعيبه اللي عندنا والسرعات اللي موجوده في شريف تمام، لو استغلتها بشكل جيد الاهلي ممكن يسجل اهداف. الكرات العرضيه واستغلال الكرات العرضيه وانك ما تزهقش، الفرق اللي زي دي محتاج انك ما تزهقش. مباراه 90 دقيقه، الماتش الدوري احنا كنا زهقانين من الدقيقه 65 بتلعب كوره عاليه، من الدقيقه 65 حاسس ان الهدف بعيد. طول ما انت بتحس ان الهدف بعيد وبتزهق طول ما المباراه متسهله بالنسبه له، ونسبه تركيزك لازم تبقى من بدايه المباراه حتى نهايتها واحده اكيد. وخد بالك النهارده برضو مباراه من مباريات بعيده، يعني انت جاي من بعيد يعني ممكن اللياقه البدنيه ما تستهلكش في بعض الاوقات، فمطلوب برضو من اللعيبه داخل الملعب انك توزع الجهد. مظبوط. صحيح. طيب كابتن اسامه، سريعا توقعاتك لسير المباراه، وهل من البدايه وهل ممكن نشوف في مباراه زي ديت اهداف مبكره ولا الاهداف هتتاخر؟ اتمنى ان شاء الله نشوف اهداف من بدايه الشوط الاول، خاصة استغلال الفرص مهمة جدا. الناس اللي في الخط الأمامي شريف وقفشة وحسين الشحات وطاهر، يعني مهم جدا حتة استغلال الفرص من بداية المباراة، بتسهل الأمور بشكل كبير وبتغير كمان السيناريو اللي حطه الكابتن عبد الحميد بسيوني. صحيح. أتمنى إن شاء الله نشوف أهداف للنادي الأهلي من بداية المباراة إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، تحقيق الفوز النهاردة وبإذن الله كأس السوبر الـ 12. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظروا.